يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميدليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم أولمبياد العرب الذي يأتيكم عبر قناة الجزائر الدولية. سنتحدث فيه بالتفصيل عن كل كبيرة وصغيرة تخص الألعاب الرياضية العربية التي انطلقت في 5 جويلية وستدوم إلى غاية السبت المقبل 15 من نفس الشهر. نتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، عن المنتخبات التي تشارك في هذه الطبعة 15، عن جديد السباحة وأيضا الميداليات، جدول ترتيب الميداليات. لكن في البداية دعوني أرحب مشاهدينا الكرام بضيفي الكريمين محللي قناة الجزائر الدولية، كل من إذا محمد أعلالو. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بكم، يعطيكم الصحة. وأيضا بسعيد غني جبير. أهلا بك سعيد. أهلا بك، السلام عليكم. إذا في البداية مشاهدينا الكرام سنتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن الجزائر التي تجدد العهد مع لمي الشملي العربي، ثم نعود لتحليل ونقاش. إنها الجزائر تبهر من جديد، والإبهار هنا لا يتعلق فقط بتنظيم محكم أو منشآت قاعدية فخمة سخرت لاحتضان أكبر حدث رياضي عربي، إنما الإبهار هو أيضا نجاح جزائري متجدد في جمع العرب على أرض مضيافة كانت ولا تزال حاضنة الأمة وقبلتها على كل المستويات وفي كل المجالات. استثمارات الدولة الجزائرية في المنشآت القاعدية الرياضية في السنوات الأخيرة من جهة، وحرصها من جهة أخرى على استفادة الشباب العربي منها، كان لافتين من خلال النجاح في تنظيم بطولات وفعاليات رياضية إقليمية وقارية سابقة، ليختتم المشهد بأولمبياد عربي يشكل امتدادا لنجاحات سابقة. نحن نعرف أن الجزائر وما تمتلكه من الحس القومي العربي، فهو وقوفها مع القضية الفلسطينية ووقوفها مع وقوفها معنا في محنة الزلزال، فكان هذا يؤكد أن الجزائر هي دائما تحاول لم شمل العرب بكل المساعي وبكل جهد. الجزائر دائما حاضنة لكل العرب وحاضنة لفلسطين، يعني وهذا مش شيء جديد على الجزائر. طبعا البطولة العربية يعني لها خصوصيتها انها بتضم وبتحتضن كافة العرب على ارض الجزائر، وهذا شيء كثير مهم. بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي، كلمات سبقتها الافعال على ارض الواقع، هي رسالة ارادت بها الجزائر استكمال مسعى لمي الشملي العربي من خلال إحياء فعاليات البطولة العربية بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن. التلاحم العربي هذا هو المطلوب مننا احنا كعرب، احنا نكون متلاحمين اكثر واكثر من خلال الرياضه، من خلال العمل الاجتماعي، من خلال العمل السياسي، كل هالترابط هذا احنا كنا نحتاجه وافتقدناه يمكن فتره بسيطه، لكن عادت من دوله الجزائر، وان شاء الله ان شاء الله تتم وتستمر باذن الواحد الاحد. نجاح الجزائر في كل التظاهرات الرياضيه التي احتضنتها يتجاوز حدود المجال الرياضي إلى أبعاد أخرى سياسية وثقافية وحضارية، في ظل تحولات عالمية أكدت فيها الجزائر أنها تحتل مراتب ريادية من حيث القدرة على احتضان أكبر التظاهرات والمساهمة الفعالة من خلالها في تجسيد لمي الشملي العربي. إذا مشاهدينا الكرام الجزائر تواصل في تجسيد لم شمل العرب العربي
في هذه الألعاب كما نتابع هناك 22 دولة عربية، يعني كل الدول العربية تتواجد في هذه الألعاب، عدد هائل من الوفود والرياضيين الذين يشاركون في الطبعة 15. سعيد قرني جبير، بكل صراحة اليوم الجزائر بمنشآتها بهياكلها كل الملاعب الجديدة التي وفرتها لم توفرها فقط للجزائر ولا لإفريقيا، حتى للعرب ككل، لأنه في إفريقيا شاهدنا بأنه الجزائر احتضنت كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بعدها كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما، وقبلها أيضا ألعاب البحر البيض المتوسط، اليوم الألعاب الرياضية العربية، يعني مواصلت في لم شمل الدول العربية هنا في الجزائر كما فعلتها في القمة العربية في الفاتح وثاني من نوفمبر 2022. صحيح الأخ عمر، أنه شوف كل بلد أين كان، الجزائر اليوم تابع كما قلت في السياسة الجديدة، هي لسياسة المنشآت، تشييد المنشآت الرياضية. ولما تكون عندك هذه السياسة لازم تكون عندها محاور كبيرة كثيرة، منها محاور هي كما يقول لك اكتشاف، وكما يقول لك اعطاء القدرة للرياضيين الجزائريين في استعمال هذه المنشآت، والمحور من محاور هذه هي استضافة واعطاء الفرصة لشقائنا العرب لاستخدامها، ومنها كما يقول لك تحضير هذه البطولات ذو مستوى عالي وذو مستوى عالمي. جميل محمد، تابعت معنا في التقرير هناك تدخل لعبد الناصر كركو، هذا رئيس الوفد السوري في البداية، بعدها تحدث أيضا محمد شطارة مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني، وفي الأخير علي الحسينان مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، كلهم أشادوا بالجزائر بدورها الفعال والكبير في لم شمل العربي 22 دولة، كل العرب تتواجد اليوم في الجزائر. بالطبع، يعني هذه التصريحات شهدناها منذ بداية أو منذ يوم انطلاق الدورة هذه. صحيح. كل الناس، يعني كل الوفود التي حضرت الجزائر تشير بأن الجزائر قدمت الكثير، والجزائر يعني في التحضيرات راهي متقدمة، هذا شيء يفرحنا ويزيد يدفع كل الشعب الجزائري باش يكون فخور بهذا كل التصريحات. وأنا أقول باللي يعني عامة أن الرياضة هي القواعد تحيا باش تجمل، يعني باش تشمل. صحيح. او تضم كل البلدان العالم. صحيح. واحنا بهذه الدوره العربيه يعني جملنا شمل كل العرب الحمد لله، من قبل كانت يعني السومي عرب هنا في الجزائر. صحيح. كانوا قبل كل الدول العربيه. كل الدول الكبيره كانوا هنايا، والان الرياضه جاء دور الرياضه هي ثانيه، يعني شملت كل الجزائر. عادت ايضا سوريا للقمه العربيه خاصه، هذا شيء مهم جدا. هذا شيء مهم جدا، واليوم سوريا تتواجد في هذه البطوله، بطوله رياضيه العربيه. نعم. تواجد دوله فلسطين، والجزائر دائما تدافع عن حقوق كل العرب. يعني الجزائر دائما واقفة مع كل الإخوان العرب. جميل. اليوم راهم هنا معنا في الجزائر وهم يشكروا فينا ويعرفوا بالجزائر، يزادوا يعرفوا الوجه الحقيقي تاع الشعب الجزائري، خاصة في الشارع كما يتمشوا في الشارع باش يلاقيوا الناس، كيفاش يلقاو الإحسان من عند الناس، هذا شيء جميل. ونتمنى باش إن شاء الله في كل لما تكون مناسبة هكذا اللي تشمل العرب أو باش تضمهم، احنا الجزائر تسعى في كل مرة باش تلاقي كل العرب وتكون إن شاء الله فائدة لنا وليهم إن شاء الله. إن شاء الله. والجميل أيضا سعيد هو إعادة بعث هذه الألعاب الرياضية العربية بعد غياب دام 12 عاما. نعم. منذ آخر بطولة كانت في 2011 في قطر، ليس كذلك؟ هي شوف الأخ عمر، هي لازم ما يخفلوش أن الجزائر اليوم تلعب دور محوري. صحيح. في كما يقول لك، احنا نقول لك المحيط الإفريقي والمحيط الاستراتيجي، كما يقولوا جيو سياسي وجيو رياضي الآن، لأن اليوم ما يخفلكش أن الرياضة صارت كما احنا نقولوا لوحة من لوحات اللعبة السياسية العالمية وفي كل الدول. الآن الجزائر برهنت من خلال كما قلت تشييد هذه البطولات المتتالية، استضافة منافسات كبيرة عالمية وإفريقية، أنها تلعب دور محوري في لم شمل العربي والإفريقي في نفس الوقت. جميل.
إذن إذا موضوع آخر مشاهدينا الكرام، هذه البطولة أيضا البطولة الرياضية العربية التي تجرى في الجزائر عرفت تحطيم العديد من الأرقام خاصة في رياضة السباحة التي تتواصل فعاليتها لليوم الرابع على التوالي. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نعود لتحليل ونقاش. النسخة 15 لدورة الألعاب العربية بالجزائر كانت شاهدة على تحطيم العديد من الأرقام القياسية وكسب نقاط جديدة، مع ضمان عدد من المشاركين تأهلهم إلى المنافسات الكبرى على غرار البطولة العالمية لألعاب القوى بالمجر 2023 وأولمبياد باريس 2024. ألعاب القوى والتي عرفت سيطرة جزائرية مع منافسة بحرينية امتدت إلى آخر أيام الألعاب بعد حصد الجزائر 35 ميدالية، منها 14 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية. الألعاب العربية كانت بوابة للبطل الجزائري ياسر تريكي الذي تأهل إلى أولمبياد باريس بعدما حقق ميدالية ذهبية في الوثب الثلاثي رجال بوثبة بلغت 17.30 مترا. في أم الرياضة دائما حقق العداؤون الجزائريون في اختصاص تتابع 400 متر 4 مرات الرقم القياسي الجزائري والسادس عالميا لهذه السنة، المؤهلة إلى بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 2023. وفي رياضة المطرقة لم تكتفي البطلة الجزائرية زهرة تاتار بافتكاكها الذهب فحسب، بل حطمت الرقم القياسي الوطني فالعربي برمية بلغ مداها 69.48 سنتيمتر. وعلى صعيد التألق والتأهل دائما تمكنت التونسية مروة بوزياني من ضمان بطاقة التأهل لأولمبياد باريس بعد تحقيقها الحد الأدنى المطلوب في سباق 3000 متر موانع المقدر ب9.23 ثانية، لتكون بذلك أولى الرياضيين التونسيين المتأهلين إلى ألعاب الأولمبية باريس 2024. بدورها العداء المصرية إسراء عويس في الألعاب العربية حققت رقما جديدا لبلادها ب13.57 متر في اختصاص الوثب الطويل. إلى رياضة السباحة، فقد حقق السباح الجزائري صيود جواد هو الآخر رقما عربيا قياسيا جديدا قدره 53.58 جزءا من المئة، محطما بذلك الرقم القياسي العربي الذي ظل لسنوات طويلة محجوزا عند نظيره التونسي أسامة الملولية. وفي فئة الإناث حطمت الجزائرية أمل ملية في سباق 100 متر سباحة حرة الرقم القياسي الجزائري ورقم الألعاب العربية بتوقيت قدره 27.15 جزءا من المئة. هي دورة عربية كانت بكل المقاييس موعدا حقيقيا برهن فيه الرياضيون الجزائريون والعرب على مستواهم الكبير، فمنهم من حسن ترتيبه المحلي والعربي، ومنهم من وضع نصب عينيه تحطيم الأرقام وافتكاك بطاقة العبور إلى المنافسات العالمية. أبدأ معك سعيد، لماذا؟ لأنه من بين الرياضيين المتألقين عالميا في رياضة ألعاب القوى، وتعرف بأنه في هذه الألعاب منافسة ألعاب القوى انتهت والجزائر تصدرت سلم ترتيب الميداليات، 14 ميدالية ذهبية، أيضا البحرين بكل صراحة تألقهما أيضا في هذه الألعاب في رياضة السباحة. نعم. ألعاب القوى وتحصلوا على 14 ميدالية ذهبية، الفارق كان في الميداليات الفضية والبرونزية. نعم. جميل. لكن الشيء الأهم أنه هناك بعض من الرياضيين الذين شاركوا في هذه الألعاب تصور بأنهم تأهلوا مباشرة أولمبياد فرنسا باريس. نعم. 2024. نعم. على سبيل الذكر هناك ياسر تريكي. نعم. الذي تأهل إلى الأولمبياد حقق ميدالية ذهبية في الوثب الثلاثي ب 17 متر و30 سنتيمتر هكذا. نعم 17 سنتيمتر. جميل. أيضا هناك تونسية يقابل ميدالية هذا القفزة تقابل ميدالية في ألعاب أولمبية وبطولة عالمية. هذا الرقم يعني لحقه. نعم. رقم
كبير يعني. خيالي خيالي هو صحيح. هو هذه الارقام هذه يتحصلوا بها الرياضيين في بطولات عالميه وبطولات اولمبيه على ميداليه برونزيه وميداليه على الاقل يكون دوري الماسي. نعم نعم انا نفس الشيء اليوم شفت نروح لسياق كلامك انه العاب القوى اليوم برهنت مره اخرى انها حاضره في المحافل العربيه والرياضيين الجزائريين الشباب الجزائري الجديد الجيل الجديد اللي في هذه اللعبه انهم عندهم سمحت لهم الالعاب العربيه كما مرحله من مراحل تأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 لأنه ما يكونش مخفاكش أن ألعاب القوة غيرها وهي والسباحة مش كما الرياضات الأخرى لأن احنا عندنا كما احنا نقولك زمن قياسي لازم نتحقق قبل سنة قبل أي بطولة كانت أي بطولة كانت نعم أي بطولة كانت وهذا يتزامن مع بعض الرياضيين في 800 متر اللي حققوها في الدوري الألماسي اللي قبل البطولة العربية حققوا مثل سجلت انهم الان متاهلين الى العاب اولمبياد باريس 2024. هناك ايضا بكل صراحه هناك تونسيه مروه بوزياني في سباق 3000 متر موانع هي الاخرى بفضل هذه الالعاب العربيه تاهلت ايضا لاولمبياد باريس بتوقيت 9 دقائق و 23 ثانيه. حتى الرقم هذا حبيت تعلق لي على هذا الرقم ايضا. هذا الرقم جيد هذا التعليق يكون سهل سهل جدا لان لما لازم تعرف باللي كيما يقول لك حد الاقصى الادنى للذهاب الى الالعاب الاولمبيه هو يكون رقم يسمح لك تتاهل اولا الى الدوله الالماسي لان فيه ارقام باش تحققها لان باش تكون انت كيما يقول تصفيات عالميه يكون الرقم يكون رقم عالمي. اليوم تونسيه احنا نباركوا لها بهذا التاهل برهنت ان هذه الالعاب العربيه عندها مستوى عالمي ومستوى قوي جدا. جميل. بكل صراحه كنت تتوقع تكون هذه الارقام وهنا في الجزائر في الالعاب العربيه ارقام مثل هذه وايضا هناك رقم جميل في اختصاص تتابع 400 متر ل ايضا كان فيه رقم سادس رقم عالمي لهذا العام اللي حققوه رياضيون جزائريون. والله شوف ما نكذبش عليك حقيقه كنت متفائل في الميداليات لكن الارقام لا ما كنتش لان كنت انا قلت لان الان الناس في عندك شوف عندك بطوله عالم جايه في بعض الاحيان الرياضيين يديروا احنا كما نقولوا ان بريك في الفورم تاعهم باش يخلوا الفورم تاعهم للبطوله العالميه. اذا البطولة العالمية أساس محك لي في بودابست من 19 أوت إلى 27 من الشهر ذاته. نعم وثمانية رياضيين نعطي لك معلومة فقط بأنه ثمان رياضيين عدائين يعني تأهلوا مباشرة بفضل هذه الألعاب إلى بطولة العالم أيضا. بطولة العالم هي بطولة كبيرة أيضا. كما يقول لك هي أهم البطولات لألعاب القوة في اختصاص ألعاب القوة. نعم في مشوار رياضي. هذا يبرهن مرة أخرى كلامك يبرهن على مدى كما يقول قوة هذه البطولة والبطولة عندها كما يقول لك مستوى عالي. صحيح. باش نرجع لكلامي انه اليوم الالعاب القوى الجزائرية والعربية رجعت كما يقول لك نفس بعد غياب تام كما يقول لك مدة طويلة 12 سنة صحيح مدة طويلة واليوم انه في هذا كما يقول لك في هذا المسار في هذا كما يقول لك الحلقة التدريبية كما قال محمد الأمس انه كما يقول لك البطولة العربية تكون تسمح لك كما يقول لك مرحلة تدريبية لبطولة العالم تحطم فيها أرقام قياسية هذا إن شاء الله يخلينا نشوفوا أرقام أخرى في بطولة عالمية ولما لا ميداليات إن شاء الله. جميل. محمد البعض كان في البداية يعتقد بأنه بطولة هذه الرياضية العربية التي ستجرى فيها الجزائر ستكون بطولة منافسة تحضيرية للمنافسات المقبلة لكن في الأخير تبين بأنها هي من أهلت العديد من الرياضيين إلى المنافسات العالمية الكبرى وهناك تحطيم لأرقام قياسية عربية مثلا في السباحة البطلة الجزائرية مليح التي حطمت رقمين قياسيين عربيين وأيضا جواد صيود حطم أيضا رقمين عربيين يعني في هذه البطولة شيء يعني جميل وجميل جدا.
بالطبع هذا شيء جميل، خاصة ما نقول فيه أرقام، حطمت أرقام قياسية. وقلت أنا حاجة أخرى، بالطبع كانت الناس بلك ما كانش دايره حساب لهذه البطولة، البطولة العربية، كانت الناس يعني استغرتها، رجعتها صغيرة، قالت يقولوا بلي هي بطولة عادية، ولكن فيها أرقام قياسية يعني تحطمت، وفيه تأهيلات إلى 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 الأولمبياد وإلى بطولة عالم. غير عن كاين يعني رياضات أخرى كما إحنا الملاكمة، ولا يعني فيها رياضات أخرى إحنا ما نقدروش نتأهلوا في هذا الدورة العربية. إحنا فيه بطولات إفريقية وبطولات عالمية أو دورات عالمية وإفريقية اللي راح تأهلنا. إحنا ما يسمحناش يعني البطولة العربية باش تأهلنا، ولكن أتحت الفرصة لكل من أصحاب لعب القوى وكل يعني حدث العكس يعني. نعم. لماذا كانت هذه الأمور؟ سؤال يعني نقاش مفتوح. نعم. ليك وسعيد. نعم. هل لأنه مثلاً الظروف كانت ملائمة والملائمة جداً للرياضيين الذين يشاركون في هذه الألعاب، مثلاً كل ظروف مهيئة، ملعب مثل ميلود هاتفين يعني المضمار مثلاً الذي يحتويه هذا الملعب، ومضمار من مضمار جيد، مضمار ملعب وهران ميلود هاتفين جيد، مستوى عالي، لأن شفنا احنا مقاييس عالمية، مقاييس عالمية، حتى المسبح اللي تابع للمركب. نعم. مركب جات لجنة من قبل بداية الألعاب، جاءوا وكانوا يفقدوا في كل المنشآت الرياضية لما شافوا المسبح، يعني كان معهم برازيليا انبهر من لما شاف المسبح، انخلع كيفاش، قال لهم كيفاش الجزائر تملك مسبح كما هذا، قال لهم خاصة لما شافوا شاف يعني المسبح فيه 50 متر و 25 متر، يعني 25 متر و 50 متر، يقدر يكون 50 وسما فيها، يعني تحتضن بطولة عالمية بشكل عادي، هو هكذا قال هذا الشيء يعني للناس انبهرت به، حتى قلت لك حتى هذو الناس تاع اللجنة اللي جاوا، وهذا الشيء اللي كان بالك باش نولوا الارقام القياسية يعني والتأهيلات، هذا باش يمد ثاني باش يمد الدورة هذه او البطولة العربية يمد لها يعني كما نقول احنا اون فالور يعني قيمة، لها قيمة باش يمد لها القيمة لا فالور سي سا. وهذا ما يخلي الناس تخدم وتمد يعني كل ما بوسعها باش تتأهل إلى بطولات وإلى ألعاب، ويعني بكل صراحة الجزائر رفعت السقف عاليا في هذه الألعاب، لأنه يعني تحطم أرقام قياسية، مثلا في السباحة كما تحدثنا على جواد سيود حطم رقم كان لم يحطم لعدة سنوات لأسامة الملولي، هذا التونسي. نعم. هذا البطل الكبير المعروف في السباحة. نعم. بكل صراحة معروفة. وحطم أيضا رقم مواطنه سليم إيلاس. نعم. هذا البطل اللي أيضا الحيو جميل. نعم. من أبطال الجزائريين في رياضة السباحة وقدموا الكثير لهذه الرياضة. تفضل سعيد. محمد كما يقول لك راهو شمل كل الكلام، لكن عنده كلام صحيح اللي هو قال لك الناس كثير حنايا العرب بحقيقه نستغسروا هذه البطوله العربيه او بطوله كانت احنا زمان كانت بطوله المغرب العربي استغسروها. بتروح انت بلدان اوروبيه او بلدان لاتينيه هما عندهم بطولات كما يقول لك اقليميه اللي يحطوا لها كما يقول لك يطلعوا المستوى تاعها الى حد انه ابطالهم العالميين يشاركوا فيها. اليوم احنا بهذه الارقام القياسيه برهننا مره اخرى ان الجزائر قادره على الاستحضان وتنظيم وتحطيم الارقام. جميل. واعطاء كل الامكانيات للرياضيين كانوا جزائريين او غيرهم بتحطيم الارقام القياسيه في هذا النوع من فرصه لهذا الرياضيين. سيد محمد استسمحكم هناك. نعم. فاصل. تفضل. بعدها سنواصل حديث شيق معكم مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل. سعيد نعود لك ونتحدث على ألعاب القوى، لأنه المنافسة يعني انتهت، وكما قلنا في البداية عرفت تفوق الجزائر والبحرين ب 14 ميدالية ذهبية، لكن في المركز الأول هناك الجزائر. في ثلاث اختصاصات تتواصل فقط منافسة السباحة اللي فيها النهائيات، منافسة الأخرى انطلقت الملاكمة. محمد أكيد يتابع هذه الرياضة كثيرا، هو من أبطال الأولمبيين أكيد. وأيضا انطلقت
كرة الريشة، انطلقت لعبة الشطرنج، العديد من الرياضات التي انطلقت، لكن النهائيات في الأيام القليلة المقبلة راح تكون نهائيات. احنا حبينا نتحدث على ألعاب القوى وأيضا على السباحة وأيضا على أنه نتحدث على الجيدو. جيدو أيضا تفوق الجزائر في هذه الرياضة، لأنه الجزائر احتلت المركز الأول بثماني ميداليات ذهبية. نعم. بعدها تونس في المركز الثاني بخمس ميداليات ذهبية، ثم المغرب في المركز الثالث بثلاث ميداليات ذهبية. عن تألق أيضا محمد وسعيد، الجزائر أيضا في رياضة الجيدو التي اختتمت باعتلاء الجزائر سلم ترتيب الميداليات أيضا. هي شوف الجزائر، احنا أول حصه لما تكلمنا قلنا أن فيه بعض الرياضات الجزائرية اللي فيها الجزائر هي تكون كما يقول لك هتسيطر سيطرة على هذا في، نعم. في بلدان عربية مثل ألعاب القوى، الملاكمة، الجودو، وفيه بعض المصارعة، السباحة، الكاراتي، السباحة والآن كاراتي على ما أظن خمس ميداليات ذهبية في ألعاب البحر البيض المتوسط. نعم. نعم. رقم قياسي، ولا 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 بلد حقق في رياضة الكاراتي خمس ميداليات ذهبية في تاريخ الألعاب. نعم. تفضل. شوف هادي الآن احنا كما يقول لك هذا مفروغ منه. اليوم احنا الجيدو برهن مرة أخرى كألعاب القوى والسباحة أنه حاضر ومتمركز تمركز حار ولا جدال فيه في الإقليم العربي. جميل. احنا إن شاء الله نتمناو للملاكمة تبرهن نفس التبرهان حتى نكون كما يقول لك احنا في هذه الرياضات الفردية من أحسن البلدان العربية ولا ما تشطرنيش. نعم هذا شيء يعني معروف كما الجيدو، الملاكمه، الكاراتيدو، هادو يعني رائدين في المصارعه. نعم. المصارعه الاغريقيه هادو رائدين في العرب، ولكن يبقى التخوف. بعد التخوف لان فيه بعض الاحيان. يلا في الملاكمه مثلا محمد. نعم. كم تتوقع انه الجزائر راح تفوز في رياضه الملاكمه الميداليه الذهبيه؟ نتحدث على السيدات ولدى الرجال يعني ككل. نعم. نعم. شوف توقعاتك يعني كم ميداليه ذهبيه راح تحصل؟ بكل صراحه انا كنت في الاول كنت نقول باللي الملاكمه راح ان شاء الله تدي المرتبه الاول، ولكن انا نشوفه كاين فريق يعني جا من بعيده بالك نقول لكم عليه. ينافس كثير الجزائر وهي بلد الاردن. الأردن يعني راح يتعمل في طريق مستقيم وراهم يعني في تصاعد. تشوف انا شفت الملاكمين تاعهم يعني ابهروني. تشوف جابير يعني شوف عندهم واحد المستوى. شفت بعض من النزالات يعني شفت بعض النزالات يعني تقدر تقول الملاكمين خارقين للعاده. انا عمري ما شفت الاردن بهذا المستوى. كان الاردنيين لما احنا نروحوا عندهم ولا يتلاقاوهم في دورات في الخارج هكذا يقولوا لنا حبينا نتعلموا عليكم. الان نشوف يعني راهم في تصاعد مستمر. جميل يعني لما يكون تنافس مثل هذا. نعم. مستوى لازم يكون مستوى كبير يعني حتى الرياضيين حتى باش نطلع المستوى نتاعنا. جميل. يعني كنا في السابق كان يعني الجزائر هي الرائده يعني بدون نزاع بدون. نعم. منازع معها في كل الدورات. والان كاين الاردن، كاين الفريق المغربي، كاين الفريق التونسي، كاين شويه الفريق السوري. يعني شيء جميل باش تكون هكذا منافسه قويه. نقول باللي خاصه قلنا هذا الالعاب راح يكونوا تحضيرا للالعاب الاولمبيه او لتحضير البطولات العالم. هذا شيء اللي راح يساعد كل الرياضيين باش يعني يحضروا حتى على مستوى البطوله اللي تشوف لما تشوف ان فيها بلدان عربيه الان تقدمت ورجعت كما يقول تحتك باحتكاك كما يقول لك مهني مع الجزائريين ويكونوا بروفيسيونال مع الجزائريين. هذا يبرهن ان البطوله ناجحه من ناحيه التقنيه ومن ناحيه كما يقول لك الاداء. دونك حنايا شغل سي فافورابل لينا ميم كيما يقول لك سافاتر اون كومبيتيسيون دور. صحيح. صح. هذا بمعنى ان البطوله تكون بطوله ذو مستوى كيما يقول لك عالي. ماشي يكون عندها قيمه يكون عندها. نعم. يعني لو كنت بطوله يعني سهله ومنافسه ما تكونش قويه حتى الاصداء من بعد يعني شيء. نعم.
حتى الأصداء يعني منافسة تنقص قيمتها بكل صراحة. ولا حبيت نقول هذا على القيمة أنا. لأنه على يقول لك في قبل بداية أي منافسة أنه محسومة للبلد. نعم نعم. لكن لما يكون الآن لا لا. جميل يعني أمور مثل هذه يعني تكون أمور يسمنها كل البلدان بأنه هناك تنافس في البطولة العربية. في السابق كان يكون يعني كما قلت هو بين البلد شكون راح تدي المرتبة الأولى. صحيح. الآن ما تقدرش تعرف. والآن وشاهدنا هذا الأمر أيضا في كما تحدثنا في الألعاب الخيوة البحرين دي أيضا 14 ميدالية ذهبية بكل يعني صراحة يعني نفس عدد الميداليات الذهبية مع الجزائر في البرونزيات هذا شيء جميل يعني يرجع المنافسة قوية ويزيد يكون التحضير يعني البروفانشيونس الناس اللي تخوف من هذا كل اللي كانت نفس معه احنا من ناحية التقنية اليوم الجزائر رفعت نلعب نهدرنا على الألعاب القوة رفعت المستوى أنه البطولة الجاية لازم الرياضيين لما يروحوا يسوون هذه البطولة يحققوا نفس الأرقام أو أحسن باش تكون البطولة ناجحة من ناحية التقنية نوع ثاني كبير بس لو تجي بطولة عربية يعني تحضيرات الرياضيين تكون ضعيفة واش يقولوا بس يقول لك البطولة العربية سهلة يعني ما نسحقوش باش عبسدوك خلاص الآن لازم يولي عندهم يعني تفكير آخر يولي يقول لك أنا لازم ما حتى البطولة العربية يدير لها حساب ويحضر لها في أحسن في أحسن ظروف من قبل الناس تأخذها بسهولة تقول لك بطولة عربية ماشي لازم قيمتها يعني دكان لازم نمدوا لها قيمتها يكون مستوى طالع كما احنا نقول يديروا لها حساب صحيح لها حساب حساب صحيح لان شوف انا شوف انا شاهدت تميمات متر لما نشوف انه فيه كان فيه احنا الجزائريين كانوا اثنين وجزائري واحد تحصل على ميدالية ذهبية والجزائري الثاني ما تحصلش على أي ميدالية هذا يعني أنه سباق 800 متر سباق 800 متر يعني ميدالية الفضية والبرونزية غابت عن الجزائر في سباق 800 متر كنا قادرين نأخذ هذا وكان يبين بأن هناك مستوى متقارب بين الرياضيين يعني في معظم البلدان المشاركة إذا كانت أسهل يكونوا إحنا بسهولة نأخذ المركز الأول والثاني والثالث الآن هذا برهان أنه 800 متر كانت سباق حار وكان سباق صعب وتكتيكي لأنه الزمن هو زمن تكتيكي مش زمن كما يقول لك أرقام 800 متر في بطولات من كان رقم كما إحنا نقوله رقم قياسياً ولما يكون تكتيكي يكون صعب حتى ولو يكون عندك دقيقة واربعة واربعين لكن إذا كان تكتيكي وكان الرياضي عنده كما يقول لك الخبرة في التكتيك يقدر يفوز بالدقيقة 48 لكن الرياضيين اللي يكونوا مراه يكونوا متعبين لأن في تكتيك سعيد لكن محمد لم يجب عن سؤالي بأنه كم من ميدالية كم ميدالية نعم أنا خذنا في موضوع آخر أعطينا الرقم وبعد نهاية المنافسة راح كيف تكلمنا في كواليس نعم كيف تكلمنا في كواليس من قبل قلنا احنا نستنى النصف النهائي باش يعني يبان وين رايحين نلحقوا ان شاء الله شوف في الاناث كل مشاركات كل الدول راح ياخذوا ميداليه برونزيه لان ما كاش كثير ملاكمات اللي جاوا حضروا للدوره هذه يعني كل اقل شيء راح ياخذوا ميداليه برونزيه انا نقول باللي الذهبيه ان شاء الله تكون من نصيبنا اكبر نصيب من الذهب راح يكون من نصيب الجزائر ما نقدرش نقول لكم شحال نقدر نقول بلي اكبر نصيب راح يكون من نصيب الجزائر يعني الجزائر راح تعتلي سلم ترتيب الميداليات في الملاكمه في الاناث ولو ومن بعد كي نولوا نجمعوا مع البنات راح مع الذكور ان شاء الله راح ندور المرتبه الاولى يبقى بان في الذكور راح يكون امر صعب شويه مع الفريق الاردني كما قلت توقع بانه ربما الاردن راح يجوز الجزائر نقدر ان نتوقع بالاردن راح تفوز علينا في الميدالية الذهبيه ديجا هم اللي البارح واليوم فازوا خسروا لنا دو بوكسور مع الاردن روح رياضيه هذه جميله نكتشفها منك محمد نعم يلا من ملاكمة رياضية الفردية إلى رياضة الجماعية كرة القدم نتحدث عن المجموعة الأولى والثانية مشاهدينا الكرام مع مبعوث قناة الجزائر الدولية موفد القناة إلى مدينة عنابة وقسنطينة كل من بعلام سلمي ومصطفى بغرارة أهلا بكما أهلا بعلام تسمعني أهلا بك عمر وأهلا بكل متابعي قناة الجزائر الدولية وتحية لضيوفك الكرام
في الاستوديو المركزي. كما تشاهد عمر متواجد بملعب 19 ماي الذي يحتضن في هذه الأثناء لقاء المنتخب الجزائري مع نظيره اللبناني. 10 دقائق تفصل عن نهاية المواجهة والنتيجة لصالح المنتخب الجزائري الذي يسير بخطى ثابتة نحو بلوغ المربع الذهبي ومواجهة المنتخب السعودي في نصف النهائي، باعتبار المنتخب السعودي وصيف المجموعة الثانية بعد نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي لعبت هنا في عنابة وأيضا في قسنطينة، باعتبار أن مباريات الجولة الأخيرة كلها تلعب في توقيت واحد. إشارة فقط إلى الحضور الجماهيري الكبير، أكثر من 20,000 متفرج حضروا ونبوا النداء لمساندة أشبال المدرب رشيد أيت محمد، والصورة تتحدث عن نفسها. كنتم تتحدثون منذ قليل عن نجاح الدورة فنيا وتقنيا من ناحية المستوى ومشاركة المنتخبات والرياضيين، الدورة كذلك نجحت جماهيريا والصورة تتحدث عن نفسها عمر. وصورة جميلة يعني من ورائك بكل صراحة أبو علام السلمي، لكن أعطينا نتيجة يا أبو علام، نتيجة اللقاء لحد الآن يعني قبل كما قلت قرابة 10 دقائق عن نهاية المواجهة. النتيجة تشير إلى تفوق المنتخب الجزائري قلت عمر، والهدف جاء في الشوط الأول عن طريق عبد الصمد بو نصر في الشوط الأول، نتيجة دائما هدف دون رد لصالح الخضر، وهذه النتيجة تؤهلهم لمواجهة المنتخب السعودي. مباراة النصف النهائي ستكون هنا بملعب عنابة في 11 جويلية من الشهر 11 جويلية الجاري أقول، واللقاء سيكون بدءا من الساعة 5:30 بالتوقيت الجزائري. في نفس المجموعة هناك مباراة أخرى يا أبو علام بين السودان وعمان، ليس كذلك؟ نعم، تلك المواجهة تلعب في ملعب شهيد حملاوي بقسنطينة، سيتحدث عنها مصطفى، سيتحدث عنها نعم. مصطفى يا أبو علام نعم. جميل نعم. جميل مصطفى، هذه المباراة بين السودان وعمان يعني المجموعة الأولى، لكي نوضح الصورة للمشاهد الكريم بأن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم كل من السودان، عمان ولبنان. منتخب لبنان أقصي من يعني الدور الأول، المنافسة بين التأهل يعني المركز الثاني بين السودان وعمان، ليس كذلك مصطفى؟ تفضل. نعم عمر، موفد قناة الجزائر الدولية موجودون في كل الملاعب التي تحتضن أطوار هذه المنافسة التي أعطتها الجزائر روحا جديدة في طبعتها 15 بعد توقفها لمدة تفوق 12 عاما. هنا في ملعب شهيد حملاوي احتضن مبارتين اليوم، المباراة الأولى كانت للمنتخب السعودي الذي بصم على ورقة التأهل إلى النصف النهائي بعد تغلبه على المنتخب الفدائيين بنتيجة هدفين لهدف. هنا في ملعب شهيد حملاوي الآن على الساعة 9 بدأت المباراة المتعلقة بالمجموعة الأولى لحساب الجولة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى النصف النهائي بين منتخب صقور الجديان ومنتخب عمان. منتخب صقور الجديان هذا المنتخب الذي كان حقيقة مفاجأة البطولة، اليوم متفوق على منتخب عمان بهدف لصفر، مباراة قوية قد نشهد في الدقائق العشر الأخيرة قد نشهد مفاجأة، خاصة وأن المنتخب العماني أبان أيضا على صحوة في آخر دقائق المباراة. عمر، هنا في ملعب شهيد حملاوي عرف وجود العائلة القسنطينية العاشقة لكل الرياضات، العاشقة لكل التظاهرات التي تحتضنها هذه المدينة المضيفة سواء كانت ثقافية أو رياضية. تجدد الموعد هنا في ملعب شهيد حملاوي، هذا الملعب الذي كما تعلم له ما له من تاريخ مجيد، خاصة عندما يتعلق بالمنتخبات الوطنية، كيف لا وهو شاهد على أول تأهل للمنتخب الجزائري إلى مونديال 82. اليوم الجمهور القسنطيني، هذا الجمهور المضياف الذي رحب بكل الوفود التي نزلت هنا في قسنطينة، حيث كان الاستقبال يليق بمدينة الصخر العتيق. عمر مصطفى، إذا انتهت المباراة على هذه النتيجة يعني بتفوق منتخب السودان، يعني بأنه في المجموعة الأولى سيكون المنتخب الجزائري في المركز الأول ب7 نقاط، ليس كذلك؟ بعدها السودان في المركز الثاني ب6 نقاط، ثم 4 نقاط بالنسبة لعمان ولبنان من دون أي نقطة، ليس كذلك؟
نعم عمار، إذا انتهت النتيجة على حالها سيتأهل صقور الجديان المنتخب السوداني في المرتبة الثانية ليواجه المنتخب السعودي، وسيواجه المنتخب الجزائري إذا بقت النتيجة على حالها طبعا المنتخب السوري. عمار جميل، لأنه في المجموعة الثانية منتخب سوريا هو الذي احتل المركز الأول، أليس كذلك؟ ثم السعودية في المركز الثاني. نعم عمر، هو جميل. الذي يحتل المركز الأول بعد تغلبه بربعية كاملة، متصدر المجموعة بفارق الأهداف عمر في هذه المجموعة. يعني الجزائر ستواجه منتخب ثاني مجموعة ثانية، يعني منتخب السعودية. عمر يعني الجزائر ستواجه منتخب السعودية في النصف النهائي، والسودان سيواجه منتخب سوريا في دور النصف النهائي. عمر، وهو كذلك عمر المنتخب السعودي الذي تأهل منذ لحظات سيغادر صبيحة الغد إلى عنابة لمواجهة المنتخب الجزائري، فيما سيواجه المنتخب السوري عمر إذا بقت النتيجة على حالها طبعا المنتخب السوداني في ملعب عنابة 19 جوان وملعب شابو. جميل مصطفى بغرارة، شكرا لك، وشكر موصول أيضا لبعلام السالمي. شكرا لك بعلام. قبل أن نختم معك بعلام، النتيجة لم تتغير لحد الآن، لا يزال منتخب الجزائر متفوقا بهدف دون رد، ليس كذلك؟ لم تتغير نتيجة دائما لصالح المنتخب الجزائري، وبهذا سيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي المنتخب السعودي كما جميل. أشرت عمر. جميل، شكرا لك بعلام، وشكرا موصول أيضا لمصطفى، شكرا لكما. سنختم مشاهدين الكرام هذا البرنامج بهذا التقرير الذي تحدث عن الجزائر التي تبسط سيطرتها على النسخة 15 من البطولة العربية. ثم نعود لتحليل النقاش. سيطرة جزائرية على جدول الترتيب العام في اختصاصات عدة بالألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر لليوم الرابع من الانطلاق الرسمي لأولمبياد العرب، تؤكد جزائر هيمنتها على الترتيب العام بمجموع 87 ميدالية، منها 38 ميدالية ذهبية و22 فضية و27 برونزية. في رياضة أم الألعاب، ألعاب القوة، أثبتت الجزائر علو كعبها بعد تربعها على صدارة جدول الترتيب ب 35 ميدالية، منها 14 ميدالية من المعدن النفيس وثمان فضيات و13 ميدالية برونزية. وفي رياضة الجيدو، دخلت الجزائر المنافسة بقوة وسيطرت على منصة التتويج منذ اليوم الأول، وتمكنت من إنهاء المنافسة في الصدارة بإهداء الجزائر 16 ميدالية، 8 ميداليات منها ذهبية و6 فضيات واثنتان من البرونز. في السباحة، تمسك الرياضيون الجزائريون بمركز الريادة في جدول الترتيب العام بإحراز 33 ميدالية، 15 ميدالية منها ذهبية و7 فضيات و11 ميدالية برونزية. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعنا، الجزائر تبسط سيطرتها على النسخة 15 من بطولة العربية. سنتابع هذا الجدول، جدول ترتيب الميداليات. لاحظوا معي، الجزائر في المركز الأول تصوروا ب 38 ميدالية ذهبية، البحرين مركز الثاني 14 ميدالية ذهبية، المغرب مركز الثالث 7 ميدالية ذهبية، سوريا مركز الرابع 6 ميدالية ذهبية، 5 ميدالية ذهبية لتونس مركز الخامس، 5 ميدالية ذهبية لمصر في المركز السادس، وبعدها هناك في المركز السابع فلسطين التي حققت إنجازا تاريخيا هنا في الجزائر بأربع ميداليات ذهبية، ومركز الثامن قطر أربع ميداليات ذهبية، الأردن وثلاثة، السعودية لم تتحصل لحد الآن على أي ميدالية ذهبية، أيضا بالنسبة للكويت والعراق. تعليقكم على هذا الجدول محمد وسعيد، تفضل. انا نقول انا يعني كنا سبقنا وتحدثنا على هذا الارقام، وانا كنت قلت باللي لو نتكلم بلغه الارقام ان الجزائر هي اكبر وفد
اللي شارك في هذه الدورة، وخاصة احنا بعدين كثير على يعني اللي راح معنا في المرتبة الثانية. فرق يعني راح الجزائر حتى ترصد المرتبة الأولى بنهاية الألعاب، أكيد ستكون في المركز الأول بدون شك. والله أنا همي الوحيد مش هي يكون الأول، أنا همي الآن أن نحطم الرقم القياسي الجزائري لحصاد الميداليات في دورة كهذه اللي كنا نتكلم عليها 267. تتصور بأنه حتى أنا هذا هو أمل إن شاء الله، إن شاء الله نحن نلحقوا هذا الرقم إن شاء الله ببرهن مرة أخرى أن الجزائر الرائد قوي. سعيد قني جبير وأيضا محمد علالو، شكرا لكما على كل هذه الإيضاحات في هذا البرنامج. شكرا لكم، أعطونا الفرصة باش نتكلموا على الرياضة. شكرا، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولكل الطاقم الذي خدمكم. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. ميبيليس معا نصنع المستقبل.